السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. السر خلف إشاعة وفاة الفنانة حنان سليمان هو ظهور فيديو على السوشيال ميديا بعنوان وفاة حنان سليمان، والمقصود في الفيديو وفاة حنان سليمان خادمة كنيسة مارو جرجس بسيدي بشر بالإسكندرية، مما جعل المتابعين للأخبار الاعتقاد أن خبر الوفاة يخص الفنانة حنان سليمان، وما هو إلا تشابه أسماء فقط. كما ردت الفنانة حنان سليمان على شائعة وفاتها التي تصدرت مؤشرات البحث على جوجل أنها كانت تعتقد أن شائعات الوفاة تطارد النجوم الكبار والناس المهمة، على حد قولها مضيفة: ما كنتش أعرف إني مهمة كده. وضحت حنان سليمان في تصريحاتها أنها تتمتع بصحة جيدة ولم يحدث لها أي سوء، وتصور أعمالها التي تعاقدت عليها مؤخرا، وكشفت عن أنها ما زالت تصور مشاهدها في مسلسل الوجه الآخر بطولة ماجد المصري والذي يعرض حاليا على قناة سي بي سي، كما أنها بدأت تصوير أحداث دورها في مسلسل خيط حرير الذي بدأ تصويره مؤخرا. بنتمنى لفنانتنا الجميلة دوام الصحة والعافية. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة حياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة.